عيشها صح. لما يجي ميعاد نومك احسبها صح. لما يجي ميعاد نومك من السلوكيات الصحية إنك ما تسهرش. جسمنا محتاج للراحة كل يوم علشان نقدر بعدها نواصل حياتنا بكل نشاط. بنحتاج ننام 10 ساعات في المتوسط، لأنه مع النوم المنتظم بنكبر بالمعدلات الطبيعية وخلايا جسمنا بتنقسم وتتجدد بصورة صحية. كمان تفكيرنا وإدراكنا بيكون أفضل، المخ بيشتغل أحسن، الذاكرة بتكون قوية، وبنفتكر أدق التفاصيل، عضلات جسمنا بتسترخي ونشاطنا بيتجدد، والأهم إن جسمنا بيتخلص من السموم اللي دخلت له طول اليوم، ومناعتنا هتكون قوية وجسمنا قادر يقاوم الأمراض. بنمارس حياتنا بكل قوة ونشاط في البيت والمدرسة وكل مكان، وفي نهاية يومنا بنحتاج ننام تاني عشان نستعيد حيويتنا ونريح حواسنا الخمسة، وما نرهقش عضلات جسمنا، ونسيب فرصة لوظائفنا الحيوية تشتغل بطريقة صحيحة أثناء نومنا. ننام نوم عميق مريح ونقوم بدري في ميعادنا، جسمنا قوي ونبتدي يومنا وإحنا في قمة النشاط، وفي النهاية نحقق أهدافنا ونكون ناجحين ونقوم بواجبنا ناحية بلدنا بكل عزيمة وإخلاص.